عندك الحلو. ماما شو بتشتغل؟ تجلي. خليكي هيك ماشي؟ انت خلصتي تشتغلي معنا. بس تكبري شو حابه تصيري؟ شرطية. دخيلة الضحكة أحلى. طلعي أحلاها، كيفك؟ مرحبا، أنا مهدي وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج سؤال الشارع في الجنوب التركي. نحن الآن متواجدين أمام أحد مراكز رعاية الأيتام في غازي عنتاب. بداخل هذا المركز في أكثر من 250 طفل عم يتم رعايتهم بالكامل من قبل المركز هذا. رح ندخل جوا نقابل الأطفال، نقابل المسؤولين، نشوف الحياة كيف عم بتدور بداخل المركز هذا. خليكم معنا، يلا. السلام عليكم. كيف حالكم؟ الحمد لله. مرحبا، تعي نبلش من عندك. كيفك؟ الحمد لله. شو اخبارك؟ مبسوطة ولا لا؟ مبسوطة. هي كثير حلوة، مين اعطاك اياها؟ عيونك الحلوة. انا الغي المقابلة، وقف بموت انا. لك شكرا، انا ما حدا تغزل فيني هيك، بتعرفي؟ انت شاطرة ولا كسلانة؟ شاطرة طبعا شاطرة. تمام، هذا اللون اللي لابستيه هذا شو؟ احمر. هذا احمر. لون شعرك شو؟ هاد؟ ايه؟ بني. شو اسمك انتي؟ هنا. صف اولى لهنا ربحت، برافو. اعطينا هاي هدية هلا. هنا هاي هديتك. تمام، طيب هلا وين نروح؟ تعالي انتي 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 سواني. كيفك؟ الحمد لله. شو اخبارك؟ بخير. مين لزقلك هاي؟ لأنسى. برأيك أنا أشطر ولا أنت؟ أنت. ليش أنا؟ طيب جوز أنت أشطر. لا أنت. طيب اسأليني سؤال، شوف ده أعرف جواب ولا لا. أنا بسألك سؤال. اسأل. أنت وين عايشة؟ في تركيا. طيب ليش هيك أنت زعلانة مني؟ أنا عملت لك شيء؟ لا ما ب... ما ما نزعلانة طول. مالك زعلانة؟ مبسوطة؟ دخيلة الضحكة أحلى. طلعي أحلاها، كيفك؟ الحمد لله. شو اسمك أنت؟ رفيف. رفيف. ما شاء الله، دي عمرك؟ خمسة. خمسة بس؟ ايه. السنة الجاي قديش حيصير عمرك؟ مسكيها مسكيها، خليكي هيك ماشي؟ انت خلصتي تشتغلي معنا. هلا عمرك خمسة؟ ايه. السنة الجاي حيصير هيك؟ ايه. كم حيصير؟ ستة. برافو، صف أولى. هي إلك. خبية 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 خبية. طيب تعالي نرجع لعندك. نحن وين عايشين؟ أنت وين عايشة؟ في تركيا. في تركيا، ما أنت من وين؟ من سوريا. يعني كثير شاطرة، صف أولى. برافو برافو. هي هديتك. كيفك؟ الحمد لله. شو اخبارك؟ الحمد لله. تصير رفيقي؟ بتصير؟ خلص انا ترفع. ايه متفاضي؟ فاضي بالليل نروح نطلع نسهر انا وانت؟ ليه؟ ايه نروح نلعب طابه مثلا. فاضي؟ شو اسمك انت؟ صافي. ما احلى اسمك صافي. كم عمرك؟ ستة. ست سنين. روضه هلا انت، ما ما شاء الله. صافي بس تكبر شو بدك تصير؟ شو حابب تصير بس تكبر؟ شو بدك تشتغل؟ دكتور. دكتور؟ دكتور شو؟ مين بدك تعالج مثلا؟ مين بدك تعطي دواء؟ أسنان. دكتور أسنان؟ ليش دكتور أسنان؟ مين اللي ضحك؟ ليش دكتور أسنان؟ هي سلمي. هيك قالت لك أمك؟ بدك تصير دكتور أسنان. إن شاء الله بتصير أحسن دكتور أسنان. طب خلينا نسألك نحن، شو رأيك؟ حتربح ولا لا؟ هاي اللي مركبة هون، فرجيني إياها. مع الشيلة؟ ما بتنشال. هي ملزوقة لزق. لا لا خليها بعدين ما تركب. هي شو؟ هي أنا بدي لك، هي قمر ولا نجمة ولا شمس؟ نجمة. نجمة، برافو عليك. بدنا هدية، بدنا هدية، بدنا هدية. هي لك. مين رفيقك هون؟ مين أكثر رفيق لك؟ واحد هيك أنت رفيق كثير بتحبه، مين؟ يوسف. مين يوسف؟ يوسف بغيصف. يوسف بغيصف؟ يوسف رفيقك؟ طيب قل لي شقد بتحبه ليوسف تربح هدية؟ كثير. كثير كثير بتحبه ليوسف؟ إيه. طيب يوسف كم عمره؟ عمره؟ سبع سنين. يوسف عمره سبعة؟ برافو عليك، صفقوا له. ليش ما عم تصفقوا له؟ برافو. هي هدية لك كمان. مين حنسأل؟ مين حنسأل؟ مين نسأل أنسة؟ أنا. تعي تعي تعي. يلا جايكم جايكم. كيفك؟ الحمد لله. شو أخبارك؟ أنت كتير حلوة. كم عمرك؟ هي شد أربعة؟ بس أربعة؟ هلا بس اكبر، بس عمري خمسة بعدين ستة. خمسة بعدين ستة. طب ما بيصير عمرك ستة بعدين خمسة؟ ما بيصير. ما بس لا اكبر بصير بصف ب
بصف أول. صف أول، شو حتصيري بس تكبري؟ شو حابة تصيري؟ شرطية. هي جديدة. بالعادة الكل بطرق يصير مهندس، دكتور، مصممة أزياء. ليش شرطية؟ هيك. ليش هيك مثلا؟ بدك تقبضي على الأشرار؟ والله بطلة أنت ترى. ماما شو بتشتغل؟ بتجلي. ماما بتجلي بس؟ أنت ما بتساعديها لماما بالجلي؟ بساعدها. بتساعديها؟ أنت كيف بتعرفي تجلي ولا لا؟ بعرف. بتعرفي تجلي؟ بتعرفي تطبخي؟ شو بتعرفي تطبخي؟ بعرف أطبخ شي اللي ماما بدي. شو اسمك؟ ماسا. ماسا، ما أحلاك. يعني عندك أخت أو أخ؟ أخت. شو اسمها؟ دهب. دهب وماسا. اسم أنت مثل اسمك، أنت ماسا. صف أولى لماسا. برافو، هي إلك ماسا. طيب حزروا، شو حقلكم شغلة هلأ، بدنا تقولوا مين أشطر واحد بيناتكم. بس دقيقة هذا أشطر واحد بيطلع، بنسأله سؤال، إذا جاوب مثلا أنستنا كم طالب في عنا بكل الروضة؟ 120 طفل. كلياتكم حتربحوا، بس بدنا واحد يكون كتير شاطر. لا، بدنا نسأله سؤال صعب بده يجاوب، إذا جاوب صح ال 120 طالب كلياتكم تربحوا. طيب بدنا ماسة تختاري لنا مين أشطر واحد موجود بالصف. هي شاطرة؟ تعالي مرحبا. تعالي قعدي جنبي. كيفك؟ الحمد لله. شو أخبارك؟ الحمد لله. شو اسمك؟ ريحانة. ريحانة، ما أحلى اسمك أنت. كم عمرك؟ 6. ريحانة، حزري شو؟ قالوا لنا إنه أنت كتير شاطرة، أنت أشطر شي بالمدرسة، صح؟ طيب أول شي صف أولى، خلينا هيك نحمسة. هلأ حنسألك سؤالين، مو سؤال واحد لأنه في جائزة كبيرة. نحن لما بنعطش شو بنشرب؟ مي. أول سؤال صح، بس هذا سؤال سهل ترى، لا تفكري حالك إنه ربحتي، أعطيتك سؤال صعب، لا هذا سؤال سهل. هلأ بدي أعطيك سؤال صعب، اتفقنا؟ طيب بالصيف كيف بيكون الجو؟ بالشتاء كيف بيكون الجو؟ بالصيف بيكون شوب. بالشتاء؟ برد. كمان لسه ما ربحتي، ما بدي أسألك سؤال صعب، بدي أسألك سؤال صعب. هدول قديش؟ هاي الشقة كم هاي؟ 5. ضفنا وحدة مثلها كمان، كم صارت؟ 6. لا، وحدة كمان هيك 10. وحدة كمان، شوفي، 5 و5 6. شو تصاروا هدول؟ ماسا هي تجاوب. ها 10. وهي كمان وحدة كم صاروا؟ 15. برافو عليك. آخر سؤال وكلها هتون بيربحوا، بس طلعوا إذا جاوبت صح بدي صفقة يسمعوها الناس بسوريا. اتفقنا؟ شو هذا اللون يلي انت لابستيه؟ زهري. برافو صف اولى، برافو عليكي. حزري شو انت هلا مو عرفتي الجائزه الجواب؟ كلياتهم اخذوا جائزه ترى، لانه ماسا جاوبت، مو ماسا، دقيقه، ريحانه، لانه ريحانه جاوبت صح كلياتكم ربحتوا. خلص ناسي، حنوزع جوائز على كل الطلاب الموجودين. يلا ديروا بالكم على حالكم، ديروا بالكم على حالكم، مع السلامه، باي باي. شكرا. 1 2 3. من بعد ما خلصنا من الأطفال جينا لعند الأستاذة هبة مديرة المركز. أهلا وسهلا. الله يسلمك يا رب. كم طفل في تحت كفالتك هون؟ والله في تحت رعايتنا في المركز 120 طفل بالموسم الشتوي و120 طفل بالموسم الصيفي. يعني ما عندك عطلة صيفية أو شتوية، مداومة دائما. أنا بعامل الأطفال الموجودين عندنا في المركز كأني أطفالي وأعز، بكون حريصة على أمانه، بكون حريصة على غذائه، بكون حريصة على تعليمهم، بكون حريصة على نفسيتهم، بكون يعني حريصة حتى على وضعهم الصحي. فأنا إحساسي تجاههم إحساس يعني أمومة فياض. أنا وقت بترك الروضة حتى الاجتماعات الضرورية أو حتى لما ببعتهم على بيوتهم بطلعوا بوسائل النقل، نحن هون في وسائل نقل مجانية مؤمنة لكل الطلاب. ماشي. فأنا مثل ما بستودع أطفالي بقول له يا رب استودعت الأطفال اللي موجودين في المركز، استودعتك ياهم حيث لا تضيع عندك الودائع. فأنا دائما بستودع أطفالي. فحتى أنت إذا استغربت أول ما دخلت عبالك أطفالي قلت لي أولادك، يعني قلت لك حتى أنا على المصطلح. طبعا بس للتنويه إنه في باصات بتأخذ الطلاب الموجودين هون لأماكن المنامة، الجمعية نفسها في عندها أماكن منامة، وفي بعض الطلاب أهاليهم، يعني في طالب ممكن يكون والده مو موجود، والده متوفي، أمه فقط اللي موجودة، في طلاب يروح بيناموا ببيوتهم، طبعا بيوت يعني بالاسم انه بيوت، وفي طلاب انتم المتكفلين حتى بمنامتهم واكلهم وشربهم وكل شيء. اي حتى هون في المركز نحن وقت اللي بشوف عندنا وجبه افطار نحن متكفلين فيها، ما حتى شاء الله. الهدايا العينيه، الهدايا التشجيعيه، يعني كل شيء متعلق في الامور التعليميه وما حولها نحن ما شاء الله. جزاك الف خير. كل شيء شفتوه
أي حدا فيكم حابب يساهم بأنه يتكفل بطفل، حابب يساهم بالروضة يلي موجودة، حابب يساهم بالمشاريع التانية يلي موجودة عند الأستاذ هبة وعند الأستاذ محمد اللي هو مسؤول المكان، رح نحط لكم تحت الفيديو رابط اتصال أو شيء رح يخليكم تتواصلوا مع الأستاذ هبة مع المركز لحتى تقدروا تدعموهم بأي شيء ممكن أنكم تعملوا. كل شيء عم بتشوفوه بالصف، كل شيء شفتوه من المدخل، كل شيء شفتوه من الطلاب، هو انجمع بأشياء بسيطة جداً من أهل الخير ووصل للمكان هذا. وهيك أعزائي بيكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، حلقة مليئة بالأمل مليئة بالخير. والله ما بتتخيلوا قديش هاي المهمة صعبة بأنه هدول الناس قائمين على هذا العدد من الأطفال. هدول الأطفال هم مستقبلنا، الله يقوي هدول الناس يلي قائمين عليهم لحتى يطالعونا جيل يكون أمل بأنه ترجع تعمر سوريا من أول وجديد. إذا حابين أنكم تساهموا بهاي المؤسسة، إذا حابين أنكم تساهموا بأنكم تساعدوا هدول الأطفال بأنهم يأمنوا احتياجاتهم، كل جهات الاتصال اللي حتقدروا من خلالها تتصلوا بالروضة هاي حتكون تحت الفيديو هذا. لا تنسوا انكم تشاركوا الفيديو بين اصحابكم لحتى يوصل لأكبر عدد ممكن، وتنتظرونا بالحلقات القادمة من سؤال الشارع على جميع منصات تلفزيون سوريا.